بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر، عظم شأنه وسلطانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا محب للأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. أعود إلى آية 22 من سورة البقرة، ذكر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أشكون هو اللي في قمة العبودية؟ ورب نبينا عليه الصلاة والسلام تسليم، مش حميداته أحمد أو محمود أو محمد، حميداته. ما سرعكم إلى تغييب الأسماء المشهورة في القرآن، خاصة أسماء لا صلة بالحبيب الأول للرحمن سبحانه وتعالى وهو محمد عليه الصلاة والسلام. حميداته يا حمى، تاكلك النار الموقدة حمى. هذا شكون وراء هذه الألوان من العبث بالأسماء اللي عندها قيمة عنا في صدورنا، خاصة بربنا عبد ال، أما ما يقولش عبد الرحيم ولا عبد الغفور ولا عبد القهار ولا عبد الجواد ولا عبد المؤمن ولا عبد ولا عبد. عبد ال وقفا، عبد ال ما يفهم شيء. الإنسان اللي مش يدخل على مفهوم العبد ما يفهم شيء. هنا قال على عبدنا، نسب نبينا عليه الصلاة والسلام إليه مباشرة. أعرف على عبدنا، افهموها، ندعوكم إلى التريث وعدم السر على حكم سبق على القرآن. هذا أقل شيء بالنسبة اللي يحب يحصل له خير في استماعه إلينا أو في البحث مما بحثت فيه، وقد يزداد توفيقا من الله إن حسنت نيته وشرف مقصده. والسلام.